الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. سجلت أسعار صرف الدولار استقرارا بعد أن شهدت ارتفاعا طفيفا في الأسواق المحلية في العراق، وسجلت مكاتب صيرفة بغداد 147,500 دينار عراقي لكل 100 دولار أمريكي، في حين سجل سعر صرف الدولار ليوم الخميس 147,150 دينارا لكل 100 دولار. وقرر البنك المركزي في وقت سابق تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة المالية 1450 دينارا، أما سعر بيعه للمصارف فقد حدد ب 1460 دينارا لكل دولار واحد، فيما يكون سعر البيع للمواطن ب 1470 دينارا لكل دولار واحد. أوصت اللجنة المالية النيابية بربط إلكتروني جمركي ضريبي للبضاعة المستوردة مع البنك المركزي العراقي. وقال رئيس اللجنة هيثم الجبوري إن اللجنة ليس لديها بيانات عن حجم الاستيراد الذي تقوم به وزارة التجارة أو وزارة التخطيط، محملا البنك المركزي مسؤولية تلك المعاملات التي تقدم له. وأكد أن اللجنة طالبت أن يكون هناك ربط جمركي وضريبي إلكتروني مع البنك المركزي لكي يتم التأكد من أن البضاعة التي تعطى من أجلها الدولارات ستدخل بضاعة فعلية عبر المنافذ مقابلها، مشيرا إلى أن مزاد العملة هو عبارة عن عرض وطلب، لافتا إلى أنه حتى الآن لم تحقق المصارف أرباحا كبيرة. انخفضت أسعار سلة نفط أوبك لتصل إلى 73 دولارا متأثرة بانخفاض الخامات النفطية الأخرى. وذكرت منظمة أوبك في تقرير لها أن سعر سلة أوبك انخفض بمقدار دولارين وستة وثلاثين سنتا لتصل إلى 73 دولارا فاصل 58 سنتا مقارنة بيوم الذي سبقه التي بلغ السعر فيها 75 دولارا. وعزى بعض المتخصصين انخفاض أسعار أوبك نتيجة تأثرها بالخامات الأخرى برنت والخام الأمريكي التي تسعر النفط الخام عالميا. أفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بأن مخزونات الخام والبنزين الأمريكية تراجعت بشدة في الأسبوع الأخير مع استمرار الطلب على الوقود، وتراجعت مخزونات الخام بمقدار 6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني من تموز إلى أكثر من 445 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ شهر شباط عام 2020. كما تراجعت مخزونات البنزين بشكل حاد حيث تراجع بمقدار مليون برميل، هذا وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 4 سنتات إلى 72 دولارا فاصل 24 سنتا للبرميل، في حين صعد برينت 10 سنتات إلى 73 دولارا فاصل 54 سنتا. تباطأ نمو الاقتصاد البريطاني في شهر أيار عام 2021 ليسجل 0.8% مقابل توقعات كانت تخمن بتسجيله 1.5%. وسجل شهر أيار للشهر الرابع على التوالي تراجعا بالنمو في الناتج المحلي البريطاني، حيث سجل شهر نيسان الماضي تراجعا من 2.3% إلى 2%، لكنه يترك بحسب مراقبين بعيدا عن مستويات انهيار ما قبل الجائحة التي سجلت تراجعا بنحو 3.1%. هوت الأسهم اليابانية لأدنى مستوى لها في 8 أسابيع بفعل مخاوف من تباطؤ التعافي الاقتصادي بعد أن أعلنت البلاد عن حالة الطوارئ للحد من تفشي فيروس كورونا. وتراجع المؤشر نيكي بمقدار 0.63% ليغلق عند 27,940 بعدما كان قد خسر ما يصل إلى 2.48% في وقت سابق. كما وهبط المؤشر توبيكس لأوسع نطاق بمقدار 0.41% إلى 1912 نقطة، لكن الخسائر كبحتها آمال في أن بنك اليابان المركزي ربما يتدخل لدعم السوق.
ختام الموجز، إلى اللقاء.